ساعات مرت ومرشحو المجلس الثوري واللجنة المركزية في انتظار إعلان نتائج انتخابات أعضاء الهيئات القيادية العليا في حركة فتح. فرز الأصوات تأجل مرة بعد أخرى بسبب عدم استكمال تصويت أعضاء المؤتمر في قطاع غزة عبر الهاتف، بعدما اشترطت رئاسة المؤتمر تصويت جميع الأعضاء قبل بدء عملية الفرز. ما الذي يضر؟ نحن في بلدنا، مش خايفين البلد المضيفة تقول لنا تألت دمكم يلا مع السلامة؟ نحن في بلدنا، ولو أنه صحيح شوي أزعجنا بعض الجمهور هون في بيت لحم، لكن في الآخر بلدنا وأهلنا تحملونا. وبالتالي لا، ما أعتبرش أنا موضوع الصناديق والتمديد وهذا خلل، أنا أعتبره بمقتضى الضرورة، وللضرورة أحكام كما يقولون. الناطق باسم مؤتمر فتح نبيل عمرو فاجأ الجميع بإعلان انسحابه من المؤتمر لأسباب صحية. الشارع الفلسطيني خاصة في بيت لحم راقب المؤتمر الذي أضفى زخما خاصا على المدينة التارية، ولم يخفي بعض المتابعيه خشيتهم من وقوع خلافات فتحوية عقب إعلان النتائج. مش راح يسوي شيء، يعني يوم مبارح حضرت على التلفزيون بدهم يتكاتل، بدهم يدكوا في بعض بمازن شو يعني في شيء جديد يعني سووا. منهم من شكك بقدرة المؤتمر بغض النظر عن نتائجه على إحداث تغييرات عملية في حياة المواطن الفلسطيني، فالاحتلال ما زال قائما والاقتصاد في تدهور. بعد المؤتمر بتعرف بيفيد أو بيفيدش، نطلع المؤتمر بقرارات وفاد الناس منكل فاده، وما طلعش بقرارات يبقى مش راح يفيد الناس، مش أنا اللي بعرف، هم اللي بعرف. أما نسوة المدينة فانشغلنا بتوفير الاحتياجات العائلية مع اقتراب شهر رمضان. بتغير شيء زي ما هي وانت ولا رايح يتغير شيء، رايح يظل في الأسوأ وظلهوش على الكراسي بس على اللي بده يفوز في المرتبة الأعلى، وحوالنا بدل ما تتحسن بصير في الأسوأ. مش متفائلين أبدا ولا احنا متفائلين خير من مرة، لأن هذه أيام كثيرة مضت علينا وإحنا رمضان موجه علينا وغلب. لكن البعض أبدى ارتياحه بإجماع الحركة على تجديد الثقة في قيادة محمود عباس. مو بقول لك إحنا ما أيدينا بمازن إنه هو مسؤول، ومؤتمر ناجح شو بقول لك كيف. الواقع أن أكثر المستفيدين من مؤتمر فتح السادس كانت فنادق ومطاعم المدينة التي ازدحمت بالرواد وشهدت إقبالا استثنائيا على مدى أكثر من أسبوع، وربما ساعدها على ذلك استتباب الوضع الأمني. أحمد البديري، بي بي سي، بيت لحم.